الفريق الأحمر عن مباراته ضد فريق ملعب مالي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات. الإدارة التقنية للفريق أجرت آخر حصة تدريبية للوشات واعية بأهمية المباراة ومتفائلة بالنتيجة، خصوصا وأن الوداد سبق وأن حقق نتيجة إيجابية في مباراته الماضية أمام نادي لوبار الكونغولي بتعادل إيجابي. un peu différent, mais nous j'ai l'avantage de jouer là chez moi, et avec le public, avec un terrain en très bonne condition. Ce n'est pas comme quand on a joué Mali et le Congo, c'est plus difficile pour nous de jouer en terrain et avec notre style de jeu. Mohamed Berrabah يظل أبرز الغائبين عن المباراة بعدما حصل اللاعب على بطاقتين صفراوتين. الشاب علي رشدي يغيب ايضا بسبب اصابه خفيفه على مستوى اوتار الركبه للرجل اليسرى، وكذلك عبد الرزاق المناصفي بداعي الاصابه، بالاضافه الى استمرار غياب كل من ايوب الخالقي وياسين الرامي. اما فابريس اوندام وبوبلي اندرسون فسيغيبان بسبب عدم توصل اداره النادي للبطاقه الدوليه للاعبين. اللاعبون واعون بالمسؤوليه وعازمون على تخطي عقبه فريق اسمه ملعب مالي. اللاعبين واعيين بهذه المسؤوليه اللي العتيق ديالهم بالنسبه للاستعدادات، فالحمد لله فالاستعدادات في هذه الاجواء ممتازه. هناك غياب اللاعب محمد بن رابح، يعني ما يعني واخا الغياب ديالو ما غاديش غادي ياثر على الفريق، يعني كاين اللاعبين. تنتمنى من الله ان شاء الله باش نكون واعيين بهذه المسؤوليه، ونطلب من الجمهور فريق الوداد البيضاوي باش يحضر في هذه المقابله اللي اصلنا بها. كاين لا فاتيك دو رمضان كي لا، مي اون ان تري بون بروغرام دونترينمون كي في كو اون بو ديجيري دونك Ouais, non, on va jouer ce match avec l'objectif de remporter les 3 points. الوداد إذن في محك حقيقي أمام نادي ملعب مالي، الأكيد بالإضافة إلى عزيمة الطاقم التقني واللاعبين بتحقيق الفوز، فالجمهور الوداد العريض بدوره سيطمح في النقاط الثلاث. الصور